السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة المباركة ونحن في أواخر هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم من عام 1435، نسأل الله تعالى ونحن في هذه الليلة أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرغنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب، وأن يجزي الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك، جامع بن حجر في النسيم في الرياض، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات. أيها الإخوة والأخوات، كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أصحابه بأشراط الساعة، وكان عليه الصلاة والسلام يخبرهم بناء على الغيب الذي يصله من ربنا جل وعلا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت قبل أن يأتيك الوحي ما كان عندك مثل هذه المعرفة التي تعرفتها عن طريق الوحي. قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس تنقسم إلى قسمين كما تعلمون، منها قسم أشراط صغرى ومنها قسم أشراط الساعة الكبرى. ونعني بأشراط الساعة يعني علامات الساعة، مثل ما تقول مثلا: ما هي أشراط طلوع الشمس؟ فتقول مثلا: طلوع الفجر قبلها، ثم بعد ذلك انتشار اسفرار الجو وأن يكون مسفرا جدا وأن يظهر الضوء ثم تطلع الشمس. إذا جاءت هذه الأشراط عرفنا أن الشمس بعدها، فتقول: طيب ما هي أشراط، يعني علامات مثلا مجيء الليل؟ فتقول مثلا: أن تميل الشمس إلى المغيب، أن تحمر الشمس قبل غيابها، أن يبدأ الظلمة تزداد ثم تأتي بعد ذلك الظلمة الشديدة الليل. فكل شيء في الغالب له أشراط، له علامات. الساعة جعلها الله تعالى لها علامات تأتي، لكنها تأتي بغتة. هذه العلامات تأتي، لكن وقوع الساعة، النفخ في الصور، يأتي بغتة، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم. هذه الأشراط كثيرة، وقد يسر الله تعالى لعدد من أهل العلم أن يجمعها في كتب، ويعني يختلفون في قوة هذا الجمع وأيضا في تقسيمها وترقيمها، فبعضهم يوصلها إلى 50 من علامات الصغرى، بعضها يوصلها إلى 80، بعضهم يوصلها إلى 100، بحسب قدرتك على الجمع من الأحاديث وحسب قدرتك على تصنيفها في الكتب. مثل الكبائر مثلا، بعض العلم يؤلف كتابا في الكبائر فيذكر فيه من الكبائر مثلا 50، ثم يأتي واحد آخر من أهل العلم ويؤلف كتابا في الكبائر، كبائر الذنوب، ويجعلها 70. ما يعني أن الشخص الآخر اخترق واخترع كبائر جديدة، لا، وإنما لأنه ازداد بحثا أكثر فوجد أحاديث فيها ذكر لأنواع من الكبائر فجاء وضمها، فأدرك ما فات الأول. ويسر الله تعالى العبد الفقير وجمعتها فوجدتها وصلت إلى 111 علامة صغرى. أما العلامات الكبرى فهي 10، وقد اتفق عليها أكثر أهل العلم، وهذه العلامات الكبرى العشر هي التي جعل الإخوة فيها هذه الدورة المباركة. العلامات الصغرى كثيرة، بعضها وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول عليه الصلاة والسلام: أعدد 6 بين يدي الساعة موتي،
فجعل موته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة. طيب في علامة قبلها من علامات الساعة؟ نعم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. ثم جعل صلى الله عليه وسلم موته أيضا علامة من علامات الساعة، وعد علامات الساعة الكثيرة. قد يقول بعضكم: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وبينه وبين الساعة إلى الآن أكثر من 1400 سنة، أين كهاتين؟ فنقول جوابا عن ذلك: علامات الساعة تأتي قريبة منها، لكن عمر الدنيا طويل، عمر الدنيا طويل. لو حسبت من عهد آدم عليه السلام كم عمر الدنيا لوجدت آلاف السنين أو ربما ملايين السنين، الله عز وجل أعلم بذلك. فهو إذا جئت وأخذت الدنيا كلها من عهد آدم إلى قيام الساعة، ثم نظرت في هذا الخط الطويل أين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدته قبل الساعة بقليل. فلما يقول لك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة مثلا 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة، هذا قليل جدا بالنسبة لملايين السنين التي سبقته. فهمتم المراد؟ فلما يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بالنسبة لمقدار طول الدنيا أنا والساعة قريبون من بعض، وفعلا بعث وهو الساعة كهاتين. وموته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى طبعا، وذلك لأن المقصود بالعلامات الكبرى هي العلامات التي إذا وقعت العالم كله يعلم بها، وتقع في العالم كله، لكن في علامات يعلم بها بعض الناس دون بعض. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كثرة الأسواق، هذه قد تكثر الأسواق في بلد دون بلد، فهي علامة صغرى لأنها تقع في بعض البلدان دون البعض الآخر. لما يقول من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم مثلا فشو التجارة، أيضا هذه قد تظهر في عدد من البلدان ولا تظهر في غيرها، فنقول هذه علامة صغرى لأن ليس كل البشر يشعرون بها. لكن لما يقول لك من علامات الساعة 3 خسوف عظام، خسف بالمشرق وخسف بالمشرق، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، يعني في شرق الكرة الأرضية وفي غربها، وخسف في جزيرة العرب، هذا ما ذكره عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى إلا لأن العالم كله سيرتج بسبب هذه الخسوف الثلاثة، وسوف يعلمون بها جميعا. مثل مثلا ما ذكر بعض الباحثين لما قالوا إن تسونامي الذي وقع في أندونيسيا قبل فترة في البحر وحصل منه غرق عندهم وفي الفلبين وفي سريلانكا، وتحركت به جزر من أماكنها إلى آخر ذلك، ذكر بعضهم أن هذا هو الخسف الذي في المشرق، لأنه وقع في الشرق وهو خسف شديد في البحر أدى إلى تلاطم الأمواج وتحرك الأرض، تحرك يعني طبقات من الأرض، فأثر ذلك وعلم به كل العالم، قالوا هذا من علامات الساعة الكبرى. هذا قول لبعض الباحثين طبعا، وإن كان لا نستطيع أن نجزم بأن هذه العلامة التي في الحديث وقعت على ذلك الشيء، إلا أن يأتي قرينة قوية أو أن يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير موجود. ممكن غدا أو بعده أو بعد فترة يقع أيضا خسف آخر في المشرق، ونقول أوه إذا تسونامي لم يكن هو المقصود بالحديث، إذا المقصود بالحديث هو هذا الثاني لأنه أقوى مثلا. ولذلك الجزم بهذا، الجزم بتنزيل علامات الساعة على حوادث، يبتعد عنه طالب العلم عادة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة مثلا انتشار القلم، انتشار القلم، انتشار الكتابة، القدرة على الكتابة. الناس في السابق كثير منهم ما يعرف يكتب، يعني كانوا يطوفون بالكتاب في القرية يبحثون عن واحد يقرأها أو يكتب لهم، ما يجدون. فيقول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة انتشار القلم. طيب تعال طبق هذه العلامة الصغرى، تجد مثلا تطبقت في بعض الدول، لكن في بعض الدول لا تزال الأمية عندهم تصل إلى 60% من الشعب. هل نقول والله عندكم انطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم انتشار القلم؟ ما انتشر القلم عندهم، ما يعرفون يكتبون إلا 40% من الشعب. أما العلامات الكبرى مثل العلامات التي نتحدث عنها الآن فهي علامات 10 جاء بها نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها الذي نتحدث عنه اليوم وهو الدجال. والدجال هو أهم علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني من علامات الساعة الكبرى 10 الدجال.
ومنها خروج الدابة، ومنها ظهور يأجوج ومأجوج، ومنها نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ومنها ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ومنها هي آخرها نار تسوق تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، ومنها ذكروني باقي ثنتين طلوع الشمس من مغربها، لا المهدي من الصغرى ليست من الكبرى، ذكرنا الدخان وذكرنا الدجال وذكرنا الدابة، ذكرنا الدابة ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا الدابة الظاهر هاي ولدي ها؟ لا لا يا ولدي دخلنا في السياسة أنت بتورط ها؟ ها عيسى بن مريم ذكرنا، ذكرنا يا جوج وما جوج الله يجيرك منهم، خروج المهدي من الصغرى ليس من الكبرى ها. طيب يمكن أذكرها أثناء أثناء حديثنا بإذن الله. الدجال هو أعظم فتنة في الدنيا منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال. ما فيه نبي، نوح عليه السلام قبل ما يموت قال لقومه انتبهوا من الدجال إن ظهر فيكم لا تتبعوه ولا يعني واحذروا منه. عيسى عليه السلام حذر أمته منه، لوط، هود، صالح، شعيب، ما من نبي، أكثر من 120,000 نبي اللي بعثوا كلهم حذروا أممهم من واحد، من شخص واحد من البشر، لأن من نسل آدم هو بشر مثلنا الدجال، إلا أنه عنده أنواع من السحر يمكنه الله منها حتى يمتحن إيمان الناس. ما من نبي قبلي إلا حذر أمته المسيح الدجال، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن المسيح الدجال، ثم دخل بيته فلبث الصحابة وهم جالسون يتحدثون عنه، طيب إذا طلع ماذا سنفعل، طيب هو يطلع من وين، طيب يتحدثون أشغلهم الموضوع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يقول فقال: أما زلتم على مكانكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إنك ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت، يعني حقرته وأنه كذاب دجال أعور العين لا تصدقوه، وفي نفس الوقت خوفتنا منه أنه يتبعه الناس وأنه يفر الناس منه، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، ظنناه قريب وصل النخل. فقال صلى الله عليه وسلم لهم، إيش قال لهم؟ هل قال لهم لا لا تخافوا منه، ليس لهذه الدرجة، لا لا تعطوا الموضوع أكبر من حجمه؟ لا، أكد عليهم أكثر، قال: أغير الدجال أخوفني عليكم؟ في فتنة أعظم من الدجال أخاف عليكم منها؟ أغير الدجال، غير الدجال أخوفني عليكم؟ بعدين طمنهم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، والله إن طلع الدجال يا صحابة وأنا بينكم أبد اتركوه علي، أنا الذي بإذن الله أحاجه دونكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن يخرج ولست فيكم، إذا أنا توفاني الله وخرج الدجال، إن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد هذا يدبر نفسه مع الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين يعني فتنة المسيح الدجال وعظم هذه الفتنة، ويبين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن هذا الدجال ينبغي أن يستعيد الناس منه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر كل صلاة يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أنه في آخر الصلاة نقول: اللهم إني أعوذ بك ومن فتنة المسيح الدجال. لاحظ كل صلاة تصليها يسن أن تختمها باستعاذتك بالله تعالى من المسيح الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الدجال يخرج في آخر الزمان، متى؟ قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. الدجال متى يطلع؟
لما الناس ينسون موضوع الدجال يصبح ما يعرفون في شيء اسمه دجال، لا يعرفون ما هي علامات الدجال، ما يعرفون ما هي الفتن التي يأتي بها الدجال، ينشأ جيل ما يعرف عن الدجال أي معلومة، يعرف إن فيه رب، فيه رب لازم نعبده، فيه رب سبحانه وتعالى يعني قدير، قدرته جل وعلا أعظم من قدرة البشر. فيه جيل يطلع جاهل عنده معلومات عامة عن الربوبية، لكن معلوماته في الأمور الدنيوية كثيرة، مثل ما هو واقع اليوم مع الأسف. تجد بعض أبنائنا اليوم الصغار يتعامل مع الآيباد ويتعامل مع الأجهزة الحديثة تعامل الخبير، بينما ربما لو تقول له سمع لي يعني قصار الصور يخطئ فيها. يعني بدأ يظهر جيل عنده المعلومات، لكن تعال عند المعلومات الشرعية ما هي موجودة. فلما يظهر هذا الجيل ويصبح هو اللي في الأرض، هو اللي كبار وصغار، هو هذا الجيل الجاهل، يطلع الدجال، يطلع الدجال ويقول لهم أنا ربكم، يا سماء أمطري وتمطر، يا أرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، يا أرض أنبتي تنبت، يقتل الرجل ويقول له قم حيا ويقوم حيا، أنا ربكم. عندها يقول هؤلاء نعم أنت ربنا. ليش؟ لأن العلامات التي تدل على كذبه ما يعرفونها هم، خلاص نسوها. لماذا؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام هنا وصف حالهم، قال حتى يذهل الناس عن ذكره، خلاص ما يذكرون الدجال. يمكن بعد 30-40 سنة لو تقول لواحد تعرف الدجال؟ قال أي دجال؟ من هو الدجال؟ ما يدري، يذهل الناس عن ذكره، يغفلون. وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر، حتى خطب الجمعة ما عاد يتكلمون عن الدجال، يتكلمون في قضايا أخرى تماما. وبالتالي الدجال لما يشعر، لما يأتي الوقت الذي يكون مناسبا لخروجه والناس في جهل تام به، عندها يخرج الدجال ويدعي أنه ربهم. لذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالحذر منه وبالتعوذ منه. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم، طوله مثلنا وعرضنا عادي، من بني آدم، من سلالة آدم عليه السلام. سمي بالمسيح قيل لأن عينه ممسوحة، عين الدجال ممسوحة، إحدى عينيه اليسرى على الأغلب، وبعضهم قال اليمنى على روايات، لكن الأقرب أنها اليسرى، كالعنبة الطافية. الآن يا جماعة لما يكون العنب ينبت في 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 شجره وتترك العنب ما تجنيه، تجد العنبة تكون مليئة بالماء، فإذا تركتها ماذا يحصل فيها؟ تبدأ تجف، تجف وتصغر وتطفى. فيقول صلى الله عليه وسلم أحياناً أنت لما تأخذ، لما تشتري عنب تجد بعض العناقيد فيها عنب صايرة مثل الزبيب، ولا أنا غلطان؟ زين، طافية. فبدل ما عينه مليئة بالماء كأعيننا الآن، لا، تصبح إحدى عينيه عوراء، كأنها طفت، كأنها انطفأت، كالعنبة، العنبة الطافية. بعدين لاحظ صلى الله عليه وسلم ليش ما قال مثلا كالرمانة الطافية، ليش قال كالعنبة؟ لأن أشبه شيء بعين الإنسان العنب، ولا لا؟ دائرة العنب هذه أشبه شيء بعينه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، قال كالعنبة الطافية. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بهذا لأجل أن نحذر منه. فسمي مسيحا لأنها ممسوح العين، وقيل سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، ترى هو يطوف الأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم كما سيأتي تفصيله بإذن الله. فقيل سمي مسيحا للأول، أو سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض. وخلق الله تعالى مسيحين، مسيح مسيحا صادقا ومسيحا كذابا. أما المسيح الصادق فهو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، والمسيح الكاذب هو المسيح الدجال الذي ذكرنا سبب تسميته بالمسيح. سمي بالدجال لأنه كذاب. الآن ليش ما قال المسيح الكذاب؟ ليش قال الدجال؟ أيهما أعظم وصفا بالكذب، الكذاب أم الدجال؟ الدجال. فكأنه من كثرة اختراعه وكذبه وتصنعه للأمور سمي بالدجال، أي كثير الدجل.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. إذن قبل الدجال يأتي من علامات الساعة دجالون، مثل مسيلمة الكذاب قال أنا دجال، ومثل سجاح مرأة أيضا قالت إنها مسيلمة الكذاب قال إنه نبي وهو كذاب دجال، سجاح أيضا امرأة قالت إنها نبية وتبعها قومها، ثم إن بعض قومها ما أعجبهم أنها امرأة وتصير نبي، فقال أحدهم قال: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. نقول حنا جاءنا نبية حرمة وغير أنبياءهم رجال. ولما جاء مسيلمة بيتزوج سجاح نبي يدعي النبوة وهي أيضا تدعي النبوة، قال له قومها: لابد تعطينا مهرا، تتزوج نبيتنا لازم تعطينا مهر. فقال: أيرضيكم أن أسقط عنكم صلاتين؟ قالوا: نعم، أسقط الفجر والعصر. قال: أسقطتهما، هذا مهرها، ودخل عليها. فكلهم كذابين دجالين يعني. فظهر الدجالون إلى زماننا هذا، لا يزال يخرج بعض الدجالين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في أحاديث كثيرة، ووصفه عليه الصلاة والسلام وصفا. دققوا في هذا الوصف، لماذا؟ لأن الدجال في آخر الزمان وهو يطوف في الناس، قال عليه الصلاة والسلام عن حاله: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليفر من بين يديه، ليبعد عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه من الفتن. يأتي واحد يقول: أنا متأكد أنه الكذاب، سأذهب أقابله، أنا يا جماعة أعرف أنك كذاب، والله أدري، سأذهب أحاوره أناقشه. فإذا وصل إليه ورأى الفتن انقلب إيمانه أنه كذاب، انقلب إلى تصديق به وآمن به وارتد عن دين الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يعرض أحدكم نفسه لا يعرض أحدكم نفسه لهذه الفتنة، ينأى عنه. طيب، فيه واحد في آخر الزمان هو اللي يأتي ويقف أمام الدجال ويقف وقفة رجل، هذا أعظم الناس شهادة عند الله تعالى. من هو هذا؟ قبل عيسى عليه السلام، هذا قبل أيضا، ليس المهدي، هو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يذكر لنا اسمه. هذا الواحد يا جماعة يسمع بالدجال وأن الناس تبعوه، فيتوجه جهة الدجال مباشرة. فإذا أقبل جهة الدجال، وإذا مسلحة الدجال أصحاب السلاح يحمون الدجال من أماكن بعيدة، فإذا أقبل أمسكوا به، قالوا له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى هذا الكذاب. فيقول له: أو ما تؤمن بربنا؟ كيف تقول عليه كذاب؟ أو ما تؤمن بربنا؟ قال: ما بربنا خفاء، أنا مؤمن بالله من زمان، ما بربنا خفاء، أنا أعرف صفات ربي وأؤمن به، ما بربنا خفاء. فيرفعون عليه السيف ليقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: لا تقتلوه، أليس قد قال لكم ربكم لا تقتلوا أحدا دونه؟ هو اللي يقتل، أنتوا لا تقتلوا أحدا. فأتوا به إلى الدجال، فيقول له الدجال: أو ما تؤمن بي؟ والدجال واقف بشر مثله يعني، ومكتوم بين عينيه كفر وعينه ممسوحة، واضح أن هذا كذاب، ربنا سيكون بهذه الصفات الناقصة. فيقول له الدجال: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيرفع الدجال السيف عليه ويضربه فيقطعه جزلتين، رمية الغرض، مثل لما واحد مع عصا أو حصات أو كذا ثم يرميها فيصبح بينها وبينه مثلا عدد من الأمتار، فهو لما يضربه من قوة الضربة يطير قسمين، رمية الغرض، يقطعه جزلتين. ثم يمشي الدجال بينهما، ثم يلتفت على اللي عنده ويقول لهم: رأيتم إن أحييته لكم تشكون إني ربكم؟ فيقول: لا لا، ما نشك، أنت ربنا، لو تحييه ازددنا يقينا أنك ربنا. قال فيقول له: قم. فيجتمع الجزءان ويقوم، فيقول له: ها آمنت بي؟ فيقول: ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت المسيح الكذاب. فيأتي الدجال ليقطع رأسه، فيجعل الله ما بين ترقوته عند كتفه إلى أذنيه نحاسا،
يبغى يضرب ما يستطيع الدجال، فيأخذه ويلقيه في ناره التي هي جنة أو هي ماء بارد، هي ماء بارد كما جاء في النص. طيب هذا الشاب يا جماعة لولا أنه كان طالب علم وقارئ عن الدجال وعارف صفات الدجال ولا كان ممكن يتبعه، لا ما يدري. وأيضا هذا الرجل اللي هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شهادة، هذا الرجل يا جماعة لما الدجال قال له قم وقام بين يديه، التفت هذا الشاب إلى الناس وقال أيها الناس لا تؤمنوا به، والله لا يستطيع أن يصنع هذا بأحد غيري. السؤال كيف عرف هذا الشاب أن الدجال لا يستطيع أن يصنع هذا القطع والإعادة إلا بواحد وقد تحقق فيه؟ كيف ممكن يقدر يسوي في 20 غيري؟ ليش قال الشاب يا ناس ترى هو ما يستطيع يفعلها إلا بواحد وهو أنا، فعلها وانتهى لا تصدقوه؟ كيف عرف هالمعلومة؟ لأنه قرأ الحديث هذا وطلب العلم وعرف صفات الدجال وعرف أن الدجال يقطع واحد نصفين، فلما وقع هذا الوصف عليه هو علم أنه هو الشاب الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولذلك اسمعوا الآن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ناصحا لنا، ذكر لنا صفات شكل الدجال، صفات خلقية للدجال. قال إنه شاب قطط عينه طافئة. أول شيء هو شاب ما راح يأتي له شايب، هذه أول معلومة. قطط شعره مجعد طويل يضرب إلى الكتف تقريبا، ما يجي أنه أصلع، ولا يجي مثلا هو شعره إلى شعره ناعم جدا، لا، حتى وصف شعره أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يأتي أحد يقول والله أنا اتبعته ما دريت أنه الدجال، كيف ما دريت حتى شعره أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بصفته؟ أقام الحجة علينا. قال إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني طافئة ذكرت لكم يعني منطفئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وعبد العزة بن قطن هذا رجل من خزاعة مات في الجاهلية. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إذن احفظوا أول 10 آيات من سورة الكهف، حفظوها أبناءكم. طيب من وين يخرج الدجال؟ هو يخرج من اليمن، هو يخرج من جزيرة العرب، هو يخرج يجينا من الغرب ولا من الشرق ولا من الشام ولا من العراق ولا من مصر ولا من السودان، من وين يأتينا طيب الدجال؟ قال إنه خارج خله ما بين الشام والعراق، في منطقة بين الشام والعراق سيخرج منها الدجال. وانظر إلى فقهه عليه الصلاة والسلام، الشام والعراق ملتصقتان، قال إنه خارج خله بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعاث يعني أفسد في شمال الأرض وفي يمينها، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، هل الفاسد هذا كم بيقعد عندنا، وما لبثه في الأرض؟ فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال الصحابة يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم واحد؟ ما أحسن أسئلة الصحابة، اهتمام الصحابة بالصلاة لم يجعلهم يقولون هذا اليوم الذي كسنه يا رسول الله كيف نأكل ونشرب ولا الشمس تغيب ولا ما سألوا أسئلة دنيوية، أهم شيء صلاتنا، يا رسول الله اليوم اللي سنة بنصلي فيه 5 صلوات ولا أقل ولا أكثر؟ قال لا، أقدروا له قدره، يعني انظروا مثلا كم كنتم تلبثون بين الفجر والظهر، مثلا 4 ساعات بين الظهر والعصر، مثلا 2 ساعة بين العصر والمغرب، 2 ساعة مثلا، يعني أقدروا قدره. إذا مضت والشمس طالعة، لأن سنة كاملة تظل الشمس طالعة، إذا مضى 4 ساعات تصلون الفجر مثلا، مضى 5 ساعات تصلون الظهر، مضى 2 ساعة اقدروا قدره، ضعوا لكم جدولا تسيرون عليه. قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟
وما إسراء، هو بيقدر في هالأربعين يوم يطوف الأرض كلها، فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، مثل الغيم الأسود المليء بالمطر إذا كانت وراءه ريح تدفعه. قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم. السارحة الغنم اللي ذهبت تسرح ترعى، تروح عليهم، تعود في الرواح يعني في الليل في المغرب، تروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. الشعر الجلد اللي على الغنم طال من الخير والنعمة، وخواصرها امتلأت شحم، والضروع امتلأت لبن من النعمة التي أكلتها من الأرض لما اتبعوا الدجال فأمر الأرض فأنبتت. قال ثم يأتي القوم، يمر بقبيلة فيدعوهم فيردون عليه قوله، أنت المسيح الكذاب، أنت المسيح الدجال. قال فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ابتلاء، اللي يتبعونه يبارك لهم تنبت الأرض، اللي ما يتبعونه يصبحون الصبح ممحلين. النخل إن كان عندهم نخل ذهب ثمرها، الأرض أجدبت، سارحتهم غنمهم تموت من الجوع كله لما كذبوا. قال ويمر بالخريبة، يمر بالأماكن الخراب التي كان فيها سكان. قال يمر بالخريبة فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. تبدأ الأرض تتشقق ويطلع ذهب. شوف الآن بعض الأمم السابقة فيها أموال، هذه الأموال أين ذهبت؟ إما حفروا في الأرض ودفنوها، وإلا مثلا ماتوا ومع تتابع السنين التراب غطى على ديارهم وغطى. يعني الآن يقال مثلا في الربع الخالي يقال في قرى كاملة غطتها الرمال، في أماكن تكون مثلا الرمال غطت أودية كاملة، هذا الوادي كان في قرية وغطته الرمال مثلا على علو 100 متر 200 متر، خلاص غيبتهم تماما. طيب هذه الأرض، هذه التربة يمشي عليها الناس لا يدرون تحتهم قرية كاملة إلا عبر بحوث جيولوجية ودراسات. فيمر الدجال بالخريبة يقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل، النحل لما يسير مجموعات تتبعه الكنوز تمشي وراءه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، هذا الذي ذكرنا قصته، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. هذا الرجل يتهلل وجهه يضحك أمام الدجال، يعني أنت كذاب يا دجال، لما تقطعني تظن أني لن أعلم بأنك الدجال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاكه، وسوف يأتي معنا بعد قليل هلاكه بإذن الله تعالى. الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة له. أول شيء ذكرنا لكم صفة شعره وصفة عينه وأنه شاب. ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رجل من بني آدم، قال إني، يقول عليه الصلاة والسلام إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبي. يعني يقول سأعطيكم معلومات عنه، كل الأنبياء اللي من قبلي ما أعطوا أقوامهم مثل هذه المعلومات. إيش المعلومات؟ قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. لا يمكن ربكم ينزل لكم في الأرض وترونه إلا بعدما تموت. إذا مات الإنسان وبعث يوم القيامة إن كان من أهل الإيمان والتقى رأى ربه جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. مكتوب يا جماعة بين عينيه
كفر كفر كما في رواية أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن اللي يعرف يقرأ سيقرأها كفر، والمؤمن اللي ما يعرف يقرأ أيضا سيعلم أن هذه معناها كفر. قد يقول بعضكم كيف ما يعرف يقرأ ويقرأ هذه؟ يعني نقول كما أن الآن الإنسان الأمي، الآن لو تأتي بإنسان أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب وترسم له شجرة وتقول هذه شجرة، تقول ما هذه؟ يقول لك هذه شجرة. فتكتب اسمه فتقول ما هذا؟ يقول هذا اسمي. هو لم يعرفه لأنه قرأه، عرفه لأنه حفظ الشكل، عرف أن هذا الشكل معناه اسمه فتعود على هذا. فيلقي الله في قلب المؤمن معرفة كلمة كفارة كما يعرف أن هذه رسمة شجرة وهذه رسمة جبل، يقرأها كل مؤمن كاتب غير كاتب. الدجال رجل جسيم، ما هو بنحيل ونحيف، جسيم أحمر في حمار، يعني ما هو بأسمر، أبيض على حمرة، جعد الرأس أعور العين، رجل جسيم يعني رجل عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، ويكفي في من هذا الوصف أن تعلم أن الدجال أعور، وربنا جل وعلا له أعظم صفات الكمال ولا يكون بهذه الصفة، يعني بصفة العور. الدجال يا جماعة أعور العين اليسرى، وهو كثير الشعر كما ذكرت، وشعره ليس ناعما، شعره جعد، وهو رجل قصير جسيم لكنه قصير، وهو أفحج. الأفحج يا جماعة هو الذي ساقاه متباعدان، تجاه مثلا الفخذين ملتصقة عادي، لكن إذا جئت عند الساقين تجدها متباعدة فيها ميلان، فهذا هو الأفحج، وله أسامي أخرى عند العرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، تراه العين ماء أبيض ولا في الحقيقة هم ليس ماء، والآخر رأي العين نار تأجج، قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشوف منكم الدجال ليأتي إلى النهر الذي يراه كأنه نار، وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الدجال من سوح العين عليها ظفرة غليظة مكتومة بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الظفرة معروف الظفر. الحكمة طبعا من كونه أعور أن الله جل وعلا جعل فيه من قصره ومن فحج ساقيه ومن عور عينه ومن شكله ما يدل أنك ممكن تكون رب. أنت يا دجال لو أنك رب لأصلحت نفسك، أنت لو أنك رب تقدر على كل شيء كان صلحت عينك يا دجال، أنت لو أنك رب تقدر على كل شيء كان أصلحت ساقيك يا دجال، لكن أنت يا دجال مليء بالنقائص تقول أنا ربكم. طيب ربنا ليش ما صلحت نفسك؟ ولذلك جعل الله تعالى فيه هذه النقائص الظاهرة. المسيح الدجال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وذكره الله جل وعلا إشارة إليه في القرآن. يقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي هذه الثلاث؟ طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. هذه العلامات الثلاث إذا خرجت لا ينفع نفس الإيمان فلم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال متى يخرج؟ إيش ترتيبه؟ تخرج علامات الساعة، تتقارب الأسواق، يتقارب الزمان، يفشو يظهر القلم، تفشو التجارة، علامات معينة. ثم يخرج المهدي خلال ذلك، والمهدي هو رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن ابن علي، فهو حسني علوي،
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث، إذا بقي وقت في المحاضرة ذكرت لكم شيئا منها. هذا المهدي يا جماعة يخرج عند اضطراب الأمر والناس ما في أحد يحكمهم ولا في حكومات ثابتة والناس مضطربون، فيبعث الله تعالى رجلا اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يعني محمد بن عبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا يا جماعة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقود الناس، يقودهم في أمورهم، يقودهم في معارك، المعركة الكبرى التي تقع بين المسلمين والنصارى يكون قائد المسلمين فيها المهدي. طيب لما المهدي يكون موجودا على الأرض يخرج الدجال، يخرج الدجال ويأتي يسيح في الأرض، فالمهدي وأصحابه ما يستطيعون يواجهون الدجال، فيذهبون إلى فلسطين في الشام ويتحرزون في الطور، يعني جبل يجلسون فيه والدجال محاصرهم من تحت، لا هو قادر يصعد إليهم ولا هم يريدون النزول إليه. ففي أثناء وجودهم على هذا الحال والدجال موجود، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام سيتكلم عنه غدا شيخنا الشيخ عبد الرحمن المحمود بإذن الله تعالى تفصيلا، لكن سأعطيكم علاقته بالمسيح لأنه يتعلق به نهاية المسيح الدجال. ينزل عيسى بن مريم من السماء، وعيسى الآن موجود في السماء الرابعة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عندما عرج به إلى السماء كما في صحيح البخاري، فينزل واضعا يديه على أجنحة ملكين اللي هو عيسى عليه السلام، عليه مهرودتان، مهرودتان يعني قطعة قماش مثل الإحرام، إذا خفض رأسه قطر منه كمثل جمان اللؤلؤ، يعني كأنما أخرج من دماس، ديماس الحمام، يعني ليس الحمام الذي يقضى فيه الحاجة الخلاء، لا، الحمام كان في السابق يا جماعة عندهم أماكن يأتي الناس يغتسلون فيها، لا تزال موجودة اليوم في الشام وفي تركيا، فاللي يدخل يكون جو رطب جدا فيكون وجهه مليء بالعرق وشعره مليء بالعرق، فكأنما خرج من هذا المكان يعني مليء بالماء من جراء مروره بالغيوم يعني. فينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يأتي عيسى بن مريم في ظلمة الليل إلى هؤلاء المجتمعين المحصورين من الدجال. هؤلاء قبل مجيء عيسى بن مريم يكون عندهم اجتماع في الليل، يقول بعضهم لبعض يا جماعة إلى متى ننتظر؟ الدجال أحاط بنا في كل مكان وأفسد نساءنا وأفسد الناس وجعلوا يتبعونه النساء والرجال، لازم ننزل نقاتله، لا تقاتلوا إلا بنقاتله، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتاله إنما قال فروا من خوفا على دينكم، احنا مجموعة إن شاء الله. يبدون يتحاورون، ففي أثناء حوارهم يؤذن لصلاة الفجر، طيب فيقيمون الصلاة فتلقى عليهم ظلمة، إما عاد عندهم ضوء وينطفئ أو شيء، تلقى عليهم ظلمة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام بينهم، عليه لأمة الحرب، لابس لباس الحرب، ثم يسفرون وإذا عيسى بينهم، فيمسح عيسى على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يعلمون أن الله قد كفاهم الدجال، خلاص عيسى هو اللي بيقتله، يعرفون الأحاديث. فيقول عيسى له تقدم، فيقول تقدم أنت يا روح الله، أنت نبي، أنت تقدم. فيقول عيسى لا، إنها لك أقيمت تكرمة الله لهذه الأمة. يقول عيسى أمتكم أفضل الأمم، لا يمكن واحد من أمة أخرى يصلي بكم إمام، أنتم الأئمة. قال تكرمة الله لهذه الأمة، بل تقدم أنت. فيقول عليه الصلاة والسلام منا
الذي يصلي عيسى خلفه. قيل منا يعني من أمتنا، وقيل منا آل البيت. فيصلون، إذا صلوا الفجر نزل عيسى بن مريم للدجال، فإذا رآه الدجال فر، فيلحق عيسى ويفر الدجال ويلحق عيسى، ويبدأ الدجال يذوب من شدة الخوف، يبدأ يجلس ويرتعب ويذوب، فيقبل إليه عيسى، يقول صلى الله عليه وسلم لو تركه لمات من الرعب، فينزل فيقبل عيسى ويضربه بالرمح أو قال بالسيف، ثم يريهم الدم فيه. خير العيش، العيش خير العيش في الدنيا كلها، العيش أقصد المعيشة يعني، ليس ولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عهد الذي فيه نبي الله عيسى عليه السلام، لكن أقصد خير العيش كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يكون مع عيسى بن مريم خير المعيشة والطعام والشراب، لأن الله تعالى يبارك في كل شيء، يعني يقول يأكلون الرمان ويستظلون بقحفها، العنقود من العنب يكفي الفئام من الناس، في بركة، اللقحة من الغنم أو من الإبل تكفي القبيلة كاملة، يكفيهم ذبيحة واحدة. ويلبث عيسى بن مريم زمانا، كم يلبث عيسى بن مريم وكيف تكون وفاته عليه السلام، وهذا سيتكلم عنه شيخنا الشيخ عبد الرحمن المحمود غدا بإذن الله تعالى بعد المغرب. تعالوا نعود إلى الأشياء التي تسبق خروج الدجال. الذي يسبق خروج الدجال خروج المهدي، وأيضا يسبقه قتال المسلمين للروم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن الدجال، يقول إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، ثم قال عليه الصلاة والسلام عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت، يقول الصحابي جابر، قلت الروم تعني يا رسول الله؟ الروم بيجتمعون في الشام يغزوننا، الروم تعني؟ ركزوا يا جماعة، ترى سبحان الله اللي ينظر اليوم في الواقع يجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأحداث كأنك يعني أخذت أحداث آخر السنوات وبدأت اليوم تفصلها على الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم هنا أن القتل بيكثر في آخر الزمان، يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال عدو في الشام يجمع لأهل الإسلام. قالوا الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يبدأ الناس بشدة القتال يرتدون أو يفرون. قال فيشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجعوا إلا غالب. واحد المسلمين يقول يا جماعة الجيش الإسلامي تفرق، الجيش الإسلامي يفر، من يبايعني أن نقدم ونموت؟ شارطني شرط ما نرجع إلا ميتين، يعني إما أن نموت وإما نرجع منتصرين، ما نرجع، إما الموت وإما الشهادة، إما الموت وإما الانتصار. فيشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، يبدون يقاتلون يقاتلونهم يموتون والأحياء منهم ثابتون. فيفي هؤلاء، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، وتفنى الشرطة، كل اللي تقدموا ماتوا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون، هذه واحدة ثانية، يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء غالب، وتفنى الشرطة، ينتصر الروم مرة ثانية. ثم يشترط المسلمون شرطة الموت، إلى متى نجلس؟ يقتلوننا نقدم، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، تسامع المسلمون بهؤلاء اللي في الشام الذين لوحدهم يقاتلون الروم، وأنهم ثابتون، وكل يوم يجتمع مجموعة يقتلهم الروم، وغدا مجموعة، في اليوم الرابع أهل الإسلام في بقية الديار
يفيئون إلي يتوجهون ينهد إليهم، يعني يقبلون إليهم، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. يعني يحصل في المسلمين شهادة عظيمة وقتل، الطائر هو يطير من يعني من الموت ورائحة الموت يخر ميتا. يقول عليه الصلاة والسلام: فيتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ طبعا ينتصرون المسلمون، يعني هو المسلمون في قتالهم للروم هذا ينتصرون، لكن يقتل منهم كثير. يعني شوف، لما يجتمع جيش الإسلام اللي في الشام مع الروم، اليوم الأول يشترطون الموت ويموتون، الثاني يشترطون الموت ويموتون، مجموعة يعني عصابة معينة، اليوم الثالث كذلك، اليوم الرابع يقولون: يا جماعة اليوم بعد يلا نهجم نموت نموت مثل أصحابنا. فيأتي أهل الإسلام يساعدونهم ويحصل مقتلة عظيمة على أهل الإسلام، لكنهم ينتصرون. فيقول صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى من 100 رجل كلهم عيال عم إلا واحد، هو الوريث الوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم؟ يقسم الميراث بينه وبين من؟ ما هم أخوانه كلهم ماتوا. أقسم الميراث بينه وبين من؟ ما هم أبوي مات وعمي مات وخالي، الميراث كله لي، أقسمه بيني وبين من؟ أفرح بالغنيمة وأفرح بالفلوس إيش وأهلي كلهم ماتوا. قال: فبأي ميراث، بأي غنيمة يفرح وبأي وأي ميراث يقسم؟ قال: فبينما هم كذلك، المجموعة التي بقيت المسلمة، بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. ترى الدجال طلع وتراه عند أهلكم، ها يلي طلعتوا من البلد الفلاني ترى الدجال وصل عيالكم، أنت يلي تقاتل الآن ترى، أنت يلي أخوك قتل ترى الدجال جاي عند أهله، أن الدجال خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم اللي بين أيديهم من غنائم يلقونها، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، يختارون 10 فرسان، لأن الجيش اللي باقي حتى ينتقل يعود إلى البلد يحتاج إلى وقت، وفي ذلك الزمان يكونون على إبل، ليس عندهم طائرات سيارات، فحتى يصلون يحتاجون وقت، فينتدبون 10 يقولون: اذهبوا على الخيول أسرع، بدل ما يمشي 1000 مع بعض يمشي 10 أسرع، فينتدبون 10 فوارس، يبعثون 10 فوارس طليعة. قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الفوارس: إني لأعرف أسماءهم. هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، هالعشرة يعرفهم، يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، يعرف أن هذا فلان ابن فلان، يقول أعرفه من الآن، لو أريد قلت لكم أسماء العشرة، وهذا فلان ولد فلان وهذا فلان، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هذا خيله أحمر وهذا خيله أبيض وهذا خيله أسود، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحرب أين تقع؟ قيل يا جماعة فيها قولان، قيل تقع في مرج دابق، مرج دابق شمال سوريا، وإلى اليوم أنت لو تدخل على جوجل إيرث ولا على خريطة سوريا تجد مرج دابق، معروف منطقة يعني. وقيل تقع في القسطنطينية، أن الروم يأتون من الشمال من أوروبا ويقفون في تركيا القسطنطينية لغزو بلاد الإسلام، أو ربما كانت أحداث سوريا اللي موجودة اليوم لها علاقة بهذا، الله أعلم، أنهم يأتون جيوش فيقاتلهم المجموعات المجاهدين اللي موجودين أصلا، فإذا بدأت هذه المجموعات تنهزم نهد إليهم بقية أهل الإسلام. المسألة فيها يعني أقوال، أنا لا أجزم بشيء في هذا، علمه عند ربي جل وعلا، إنما هي أحاديث ذكر أهل العلم لها شروحا، أنا أسوق لكم ما ذكروا.
طيب لأجل الانتهاء بس نحاول أن نختم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، هي طبعا ابتلاء واختبار، الإنسان يتقيه بأن يبعد عنه. يفر الناس في ذلك الحين في الجبال، الدجال عنده سحر، يعني يعمل سحر يخيل للواحد أن أباه وأمه طلعوا من قبورهم وهم جن، تصوروا بصورة الأب والأم، جنة ونار، كأنها جنة ونار وهي مياه، لكن يسحر الناس، عنده أنواع من السحر. ذكر الناس أيضا ما يتعلق بخبر خبر الشاب المؤمن كما ذكرت، وكذلك ابن صياد وكالهان والدجال أو ليس الدجال في عهد النبي. أكثر أتباع الدجال هم اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. أصفهان موجودة في إيران، يتبعه 70,000 يتبعون الدجال وهم يهود. وكذلك أكثر من يتبعه أيضا الجهلة من الأعراب، والنساء يتبعه كثير منهن لأنها ترى معه بهرج وذهب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة